يمارس معتقدو الأديان السماوية الإلهية والأرضية طقوسا دينية مختلفة ذو مضامين خاصة في معتقداتهم. لذا إذا كنت غير مؤمن بقضية أو عمل يمارسه شعب ما، فذاك لا يعني أنه باستطاعتك أن تصف ذاك العمل الفلاني بالعبثي، والسبب أن ذاك العمل ذو أساس ومضمون في منظومتهم الفكرية. فمثلاً يمارس أصحاب الديانة المسيحية مجموعة من الطقوس والتي تتم غالباً في الكنيسة التي هي مركز الحياة الديني، ويعتبر القداس الإلهي أشهر الطقوس المسيحية وأهمها، حيث يقدس المسيحيون يوم الأحد لأنهم يؤمنون أنه اليوم الذي قام به يسوع من الموت. وتعد الكباروت أو الكفارة من أشهر طقوس يهود الأرثوذكس، حيث يقوم الشخص بتدوير دجاجة حية حول رأسه 3 مرات، وخلال ذلك تتلى بعض المزامير وفقرات من سفر أيوب، فهو يؤمن أن فعله هذا من شأنه أن ينقل للدجاجة كل خطايا العام الماضي. وفي الإسلام تسمى تلك الممارسات الدينية بالعبادات والشعائر، حيث يعتبر الحج أحد أهم الأعمال العبادية المهمة في الإسلام، حيث يقوم الشخص خلال أداء مناسك الحج بعدة أعمال، منها الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الشيطان بحجر. تلك الأعمال التي قد يتخذ البعض من غير المسلمين موقفا سلبيا منها ويصفونها بالعبثية، ولكن موقف أولئك لن يكون كذلك حينما يفهمون أن تلك الأعمال في منظومة الإسلام الفكرية ذات أساس ومضمون. وكما كانت الدعوة إلى تعظيم شعائر الحج الإبراهيمي، كانت الدعوة إلى تعظيم الشعائر الحسينية، وهي مجموعة أعمال يقوم بها المسلمون الشيعة من كل عام لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فيقومون بإظهار الحزن والبكاء ولبس السواد وإقامة المجالس والمشاركة في مسيرات اللطم وزيارة الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما يوم 40 مشيا على الأقدام. تيجي إلى الشعائر الحسينية، شعائر الحسينية، المأتم، الموكب، الدمعة، الصرخة، هذه الشعائر الحسينية التي حث عليها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. شنو فلسفتها؟ كل هذه الصور فلسفتها واحدة، أن تنقل الحسين من صورة فكرية إلى صورة حسية. الحسين مجموعة من المبادئ. عندما نجي نعرف الحسين، الحسين مو شخص ولد في سنة كذا ومات في سنة كذا، لا، الحسين قيم ومبادئ. الحسين يساوي الحرية، الكرامة، الفداء، التضحية، العطاء، العبادة. الحسين مجموعة من المبادئ، هذه المبادئ حتى تتحول من صورة فكرية إلى صورة حسية جاءت الشعائر الحسينية. Let's take a look at some of these rituals in the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم, and then in the Sunnah of Ahlul Bayt
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Why do we cry every year? Because we are following the sunnah of Rasulullah and Ahlul Bayt alayhim salam. The Holy Prophet says, as the verse mentions, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي. I have read the ahadith, I have studied the ahadith about how Rasulullah used to cry for Imam Hussein. At least 20 occasions he cried for Imam Hussein. And the first of those occasions is when Imam Hussein alayhi salam was born. At birth of Imam Hussein alayhi salam, the angel Gabriel has come and explained to the Prophet what is going to happen for his grandson in the day of Ashura, and the Holy Prophet started weeping. So that is the sunnah of the Prophet, is to weep. When the month of Muharram Ashura would come, Imam al-Kadhim alayhi salam, or Imam al-Ridha, he would say, my father, he would never be seen laughing. When Muharram 1 comes, the Imam was in a state of mourning. He would never laugh. He would always cry, because this is a time of mourning. It's a time of grief. Likewise, Imam Sadiq alayhi salam, he would bring poets, and he would bring certain reciters, and he would ask them to recite poetry in a beautiful voice for his grandfather Imam Hussein, and Imam Sadiq alayhi salam would cry for his grandfather. Majalis of Imam Hussein, the situation here, we are telling the history of Ahlul Bayt salamullah alayha, their merits, their great sayings, great doings. And these majalis, this is a good place where the people are getting together and learning from merits and history of Ahlul Bayt salamullahi alayhim. According to Ibn Hajar al-Haythami, in his As-Sawa'iq al-Muhriqah, Burning Thunders, the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, when this ayah was revealed, number 23 of Surah Ash-Shura, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. He was asked, Ya Rasulullah, who is this qurba that you do not ask us for any reward but to love them, mawadda? And he said, they are Ali, Fatima, and her children. إِنَّ الْمَوَدَّ لَهَا مَظَاهِرٌ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْآخَرِ شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا فإن هذا الحديث الشريف شرح لآية المودة أي أن المودة إنما تتحقق بذلك بأن يفرحوا لفرحنا وأن يحزنوا لحزننا ومن مظاهر مودتهم ومظاهر الاعتراف والإقرار بمقاماتهم الشريفة زيارتهم وزيارة قبورهم. ونحن ندعو سائر المسلمين أن يتفهموا المنظومة التي يؤمن بها شيعة أهل البيت عندما يذهبون للزيارة مشياً، وعندما يلطمون على صدورهم حزناً، وعندما تسيل الدموع ألماً، فهذا كله ضمن منظومة أهل البيت له أساس ومصدر ومضمون يستندون إليه. Hussain, Hussain.